إيثان وينترز، كريس ريدفيلد، روز والقرية، هذه كلها هي محاور شكلت أساس للعبة Resident Evil Village. في هذه المراجعة راح أقدم لكم مراجعتي ورأيي للعبة Resident Evil 8 Village، فخلونا نبدأ. Resident Evil 8 Village صدر التاريخ 7/5 على كل من الأكس بوكس، بلاي ستيشن، الحاسب الشخصي. اللعبة تدعم الترجمة العربية. تدور أحداث الجزء هذا بعد 3 سنين من الجزء السابق، وهني أقدر أقول لك أنك لازم تلعب الجزء السابع، وإذا محاب تلعبه ممكن تشوف الملخص للقصة باللعبة قبل لا تبدي فيها. القصة تدور حول البطل إيثان وينترز، واللي تم تأمينه في بيت بأوروبا يعيش فيه مع بنت روز ميري وزوجته ميا، وبليلة سعيدة يتم اقتحام المنزل وقتل ميا على يد كريس ريدفيلد، وخذ معاه بنت إيثان روز ميري وكذلك إيثان نفسه. بعد انقلاب السيارة لأسباب مجهولة ما أبي أقولها علشان ما أحرق، يدرك إيثان أن بنت روز مخطوفة، واستيقظ بمكان ثلجي على طرف القرية بعد عدة محاولات لإنقاذ ابنته. وفي رحلة مليئة بالمخاطر يتعرف فيها إيثان على ليدي ديمتريسكو وكذلك هايزنبرغ وغيرهم. يبقى السؤال، ما هو سر اختطاف روز؟ وكذلك هل ينجح في إنقاذ ابنته؟ هذا الشيء راح أتركه لكم بالقصة، لكن اللي حاب أقوله بأن القصة في نهايتها حسيت أنها ناقصة، تحتاج إلى تفسيرات كثيرة. صحيح فسرت أمور كثيرة، ولكن تركت تساؤلات غير مفهومة بالنسبة لي. وصلنا حق نظام اللعب، وراح أتكلم فيه عن تصميم المراحل، الأسلحة، الكرافتنج، التاجر، الألغاز، وتقييمي لمستوى المناطق. المراحل في اللعبة جميلة من ناحية التصميم والأماكن، عندك القرية واللي أشوفها جدا جميلة، الأجواء، الأعداء، الألغاز كلها ممتازة. اللعبة خلت القرية نقطة مركزية للعبة، تنتقل بين مراحلها وتستخدم الأدوات اللي تاخذها من المراحل المختلفة علشان تتقدم في فتح أبواب والألغاز الأخرى، كذلك البيوت اللي فيها وأسرارها أشوفها جدا ممتاز. مرحلة القصر الفكرة منها بمواجهة ليدي ديمتريسكو واللي شفناها بالدمو أو حتى بالحملات الإعلانية، ذكرتني في ريميك الجزء الثاني بأن ليدي ديمتريسكو تمثل مستر إكس، وتكون لك بالمرصاد في أرجاء القصر. في مرحلة ثالثة وهي المنزل، هذه المرحلة ممكن أقول عنها الأفضل باللعبة، وأتمنى من المطورين تقديم جزء كامل بستايل هذا البيت. البيت عبارة عن لغز مترابط كبير تهرب منه، منطقة جدا مبدعة وجميلة. الأفكار اللي فيها حسيت بلعب كلاسيكي. أما المصنع هني نبدي رحلة التشتت، مرحلة مملة والمشكلة أنها طويلة، تحس فيها بالعزلة وكأن المصنع ما في أحد أصلا. كعادة السلسلة تقدم لك ترسانة من الأسلحة الممتازة مثل الشاتجن، المسدس، الرشاش، قاذف القنابل، كذلك القنابل اليدوية الصوتية منها والمتفجرة. توزيع الطلقات في بداية اللعبة كان جيد، ومع تقدم اللعبة يقل تدريجيا، طبعا هذا على حسب مستوى الصعوبة اللي انت تلعب فيه، وانا شخصيا لعبت على الصعوبة العادية. وبالنسبة لنقطة تعديل الأسلحة فهي متوفرة، تقدر تركب المخزن الأكبر علشان السلاح يكون فيه طلقات أكثر، او انك تركب عليه قطع تقليل الاهتزاز او المنظار للقناصة. اما الكرافتنج او التصنيع باللعبة موجود، تقدر تصنع القنابل، الالغام، الاسعافات الاولية او حتى الطلقات اذا احتجت، ولكن يجب عليك ان تجمع الموارد الخاصة فيها مثل البارود، قطع الخردة او العشب. التاجر يرجع بعد فترة غياب طويلة. التاجر يتيح لك اشياء كثيرة تشتريها مثل الاسلحة، طلقات، الهيل او حتى قطع الاسلحة والقنابل. كذلك من الاشياء الجديدة للتاجر هو تقديم اللحم او السمك علشان يطبخ لك الاكل، وهذا الشيء راح يزيد عندك قدرة التحمل او حتى ثبات السلاح. اما من ناحية الالغاز باللعبة متنوعة، كذلك طريقة التفكير فيها متفاوتة. بعض الالغاز من الممكن انها تحلها بشكل سهل، والبعض الاخر اشوفه مناسب. بالمجمل استمتعت في حل الالغاز والتفكير فيهم، وهذا اللي عودتنا عليه هذه السلسلة. في هذا القسم حبيت أتكلم على مستوى المراحل المفضلة عندي، وأبدي بالأفضل هو القرية،
ثم المنزل وبعدها القصر ومن ثم المنطقة البحرية وأخيرا المصنع. رسوماته بشكل عام ممتازة. RE Engine دائما يبهرني، وكتبت عنه في حسابي بتويتر قبل فترة أن هذا المحرك ممتاز، وأظهر لعبة مونستر هانتر ستوريز على جهاز السويتش بشكل جدا ممتاز، فما بالك بلعبة بمستوى Resident Evil. المحرك قدم إضاءات ممتازة وفريمات ثابتة، بعض الشيء على الحاسب الشخصي. مشكلتي تقع هو بكسل المطور بأن ما صمم نسخة للحاسب الشخصي، نفس اللي سواه مع الجزء السابع، فمن غير المنطقي بأن أنزل لعبة First Person وفيها شوتينج من غير الـ FOV أو مستوى المنظر للشخصية، واضطريت أني أعدله بالمود. كذلك تغيير الإعدادات ما يضبط، يعني أعطي أمر تشغيل أو تعطيل تتبع الأشعة ما يأخذ هذا الأمر. هذه الأمور توضح أن النسخة عبارة عن بورت من أحد أجهزة الكونسل. في هذا القسم راح أتكلم عن الموسيقى التصويرية، أداء الممثلين، الحوارات، وكذلك أصوات الأسلحة. بالنسبة للموسيقى التصويرية، أجواءها جدا مناسبة للعبة في حالات الغموض وكذلك مواقف الأكشن. أداء الممثلين كان كذلك ممتاز، ولكن يعيب هذا الجانب هو جودة صوت ليدي ديمتريسكو. أما الحوارات فيظل إيثن الشخصية الباردة وردود الفعل الباردة. أما عن باقي الشخصيات فكانت ممتازة، خصوصا هايزنبرغ. أصوات الأسلحة أشوفها أقل جودة من باقي أقسام الصوتيات. كالعادة قبل ما أختم المراجعة وأقول تقييمي النهائي، خلوني أتكلم عن سلبيات اللعبة. من سلبيات اللعبة هو خيارات تغيير الإعدادات، وللعلم أنا راجع نسخة الحاسب الشخصي، خيارات وجودها والعدم واحد هبوط في الإطارات، خصوصا عند مواجهة الحشرات في القصر، هبوط في مستوى المراحل مع تقدم باللعبة، وجود غباء في الذكاء الصناعي لبعض الأعداء مثل ليدي ديمتريسكو، وكذلك الآليين في المناطق المتقدمة باللعبة. لعبة Resident Evil 8 Village قدمت لي لعب مدة 8 ساعات ونص من الاستمتاع في بدايتها وفي منتصفها، ولكن حسيت بشوية ملل في الأخير. اللعبة نعم تستحق بأن أنت تشتريها في سعرها الكامل، وتقييمي النهائي للعبة Resident Evil Village هو 8.5/10. هذه كانت مراجعتي للعبة Resident Evil Village. كان معكم عبدالله من قناة Redbox Gaming. لا تنسون اللايك والاشتراك ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء، وكذلك قاعد نزل تختيم للعبة في القناة. أشوفكم في فيديوهات ثانية. مع السلامة.